أهلا مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء، كما وعدتكم إذن سنتحدث اليوم عن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي التي انتظرتموها كثيرا، تساءلتم عنها، اختلفت الآراء منذ أن تم الإعلان عليها منذ ساعة قليلة، ولكن كما قلت لكم في آخر بث مباشر معكم بأنني أتوقع أن تكون قائمة لم الشمل، قائمة أمد يدي لكم إن صح هذا التعبير للجميع للمصالحة لفتح صفحة جديدة بالنسبة للمنتخب الوطني. أعتقد بأن جمال بلماضي، وهذا رأي شخصي طبعا، بأنه فهم جيدا مشكل المنتخب الجزائري، وأنه ما هوش مشكل فني فقط بل هو مشكل المجموعة بالدرجة الأولى. أراد أن يسترجع روح المجموعة. كيف يسترجع روح المجموعة؟ وجه الدعوة لكل الأسماء التي تم إبعادها في فترات مختلفة، الأسماء التي يعتقد بأن لديها تأثير داخل المجموعة حتى يتمكن من فهم ما يحدث، يفهم أين يكمن المشكل، حتى يكون الطربوس القادم بمثابة لقاء من أجل تبادل وجهات النظر، لأنه يدرك جيدا بأن التشاور مع اللاعبين، الكلام معهم، معرفة ما يحدث بالضبط من بين الأسباب التي طبعا بإمكانه أن تجعله طبعا يعيد الروح لهذا المنتخب. لما ننظر إلى القائمة النظرة الأولى، طبعا تلاحظون عودة أسماء وبعيدة، تلاحظون عدم تواجد اللاعبين المحليين، تلاحظون أسماء ربما استغربتم تواجدها في القائمة. لذلك أعتقد الملاحظة الأولى التي يمكن أن نتوقف عندها هو أنه فضل أن يجلب الأسماء المتواجدة سابقا في المنتخب، كما قلت للحديث معها لاسترجاع تلك الروح التي كانت موجودة في المنتخب. بالماضي كان ذكيا، أعتقد بأنه فكر جيدا في الموضوع، أعتقد بأنه تحدث مع لاعبين توقفوا واعتزلوا المنتخب في المدة الأخيرة، أعتقد بأنه تحدث حتى مع لاعبين حاليين الآن حتى يفهم أشياء كثيرة في المنتخب. طبعا من يعرف جيدا المنتخب الجزائري عن قرب يدرك بأننا ربما فنيا لم نكن أقوياء لدرجة رهيبة، ولكن قوتنا كانت في فردية اللاعبين وكانت في روحهم الجماعية. الكثير من اللاعبين كانوا ينتظرون تربصات المنتخب الجزائري بفارغ الصبر، لأنه لم يكونوا زملاء فقط بل كانوا أصدقاء. الكثير من اللاعبين ربما يتقاسمون الغرف قبل دقائق من نومهم، تجد 4 5 6 لاعبين في نفس الغرفة، يتبادلون همومهم في البطولات الأوروبية، يتبادلون حتى أحاديثهم بخصوص حياتهم الخاصة. علاقتهم كانت أكثر من متينة، بدرجة أن الكثير كان يذهب للقيام بالعمرة سويا. الروابط كانت مميزة، ولكن الروابط ضاعت في المدة الأخيرة، وما انعكس سلبا أيضا على أداء المنتخب الجزائري، بغض النظر عن الإشكاليات، تعاقب المدربين، بغض النظر عن تراجع المستوى بعض اللاعبين، بالنظر إلى رحيل أسماء لم نتمكن من تعويضها بالدرجة الأولى، مهدي الحسن الذي رحيله لم نستطع أبدا تعويضه، لأن قد نختلف في بعض الأسماء، قد يقول بعض بأنه أسماء لا تستحق التواجد في المجموعة، أمر طبيعي جدا، ولكن أعتقد أن هذه القائمة الأولية فقط لجمال بلماضي، بعد ذلك سيكون في ضخ دماء جديدة تدريجيا. بالنسبة لغياب اللاعب المحلي، وهو السؤال الذي أجده وأراه الآن يتكرر لدى الكثير من الأصدقاء الذين يتابعون معنا هذا البث المشترك، جمال بلماضي لا أعتقد أبدا بأنه سيتخلى بهذا الشكل على اللاعب المحلي، ولكن حسب ما أملك من معطيات ومن المعلومات أنه جمال بلماضي يريد أن يعاين اللاعبين بنفسه، يريد أن يقتنع بأداء اللاعبين بنفسه، لا يريد أن يستدعي لاعبين محليين من أجل ملء القائمة، يريد أن يجلب من يقتنع شخصيا برأيه ويراه ويتابعه بأنه يقدم الإضافة. لذلك حاليا لم يشاهد الكثير من المباريات، سيكون لديه الوقت الكافي للمشاهدة، وبعد ذلك
يستنجد أو بالأحرى سيدعم المنتخب بالعديد من الأسماء. طبعا مؤخرا قلت بأنه أعجب بلاعب في البطولة المحلية لم يكن متوقعا، البعض قال لماذا لم يستدعى، إذا هذا اللاعب ما دمت تتحدث عنه طبعا أعجب به وسيستدعى في قادم التربصات، لأنه بكل بساطة لما شاهده كان قد أعد القائمة سابقا، وكما قلت ستكون أسماء مستقبلا حتما ستضاف إلى تعداد المنتخب الجزائري. هو فضل أن يبدأ هكذا بهذه الطريقة، هو منظوره طبعا الشخصي، هي قناعته الشخصية أن يمنح الفرصة للجميع أن يتحدث مع اللاعبين، أن يعيد الركائز إلى الفريق، أن تكون معاملته مع اللاعبين معاملة الأخ الكبير. هذا ما أفهمه، هذا ما أفهمه، يريد بالماضي أن يكون قريب جدا من لاعبيه، يريد أن تعود تلك الروح لأنها مفتاح الكثير من الأشياء. بعد ذلك سيقوم بفرض رسمه التكتيكي، بالبحث عن الحلول اللازمة تدريجيا، لأنه يدرك بأنه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، لن تكون سهلة على الإطلاق، لن يعيد فريق المنتخب الجزائري في فترة وجيزة، لأنه المشكل العميق بالدرجة الأولى في العديد من المناصب اللي نعانيه منها. لما نعانيه من منصب من في منصب ما، هناك بعض المدربين يقول لك الصحفي التشكيلة هي المجموعة، هو التكامل، قد نغطي على ضعفي بطريقة ما. المهم إلى حد الآن أعتقد أنه هي قائمة سيواجه بها المنتخب الغامبي في 3 أيام، في 4 أيام. لا أعتقد بأنه سيقوم بأشياء كثيرة أكثر من الجانب البسيكولوجي بالدرجة الأولى. مباراة غامبيا هي مباراة ستكون صعبة، ستكون مباراة لاعبين بالدرجة الأولى، ماهيش مباراة جمال بلماضي، لأنه جمال بلماضي لا يمكن أن نرى لمسته إلا بعد فترة من الزمن. أتوقع أن لا يكون فيه نقاش كثير في المدة الأخيرة، ما عدا النقاش اللي خرج في المدة في منذ ساعات حول غياب اللاعب المحلي اللي فاجأ الكثير. ولكن كما قلت لا أتوقع تماما أن جمال بلماضي سيستغني ولا يعتمد تماما على اللاعبين المحليين، ولكن من سيستخدمهم سيكون من أجل اللاعب، لأن تعودنا مع العديد من المدربين أنه في لاعبين محليين ولكن في المباريات تجدهم فوق المدرجات، لا تجدهم حتى في قائمة 18 لاعب. لذلك الأمر قد يكون مشابه لأدي لوزيتش اللي لما يجلب لاعب من البطولة المحلية يكون مقتنع به، جلب سليماني في وقت وإن كان انتقادات لاذعة بالنسبة لهذا اللاعب حتى في فريقه شباب بلوزداد. بعد ذلك سوداني، أسماء ربما لم نكن ننتظر أن تصل إلى ما وصلت إليه، ولكن نظرة المدرب تكون مختلفة. الأكيد أن جمال بلماضي اختار ما يراه مناسبا، الحكم على القائمة والاختياراته صعب وسابق لأوانه. البعض من المتتبعين هنا يتساءلون عن غياب عطال، عن غياب أدم الناس وبعض الأسماء التي لم يتم استدعائها. قلت بأنه أعتقد في رأيي الشخصي أنه أعطى الأولوية لركائز الفريق اللي تم إبعادهم لأسباب مختلفة في فترة سابقة، بعد ذلك سيتم تدريجيا استدعاء الأسماء التي ستضيف وستكون إضافة حقيقية للمنتخب الجزائري. أقول طبعا هناك من يقول بأنه غياب لاعب المحلي عادي، ليس عادي، ليس عادي تماما، ليس عادي أن يكون عندك منتخب وتكون عندك بطولة تصرف عليها الملايير وما تقدملكش لاعب للمنتخب الجزائري. يعني الخلل ماهوش بالماضي، بل الخلل مطروح في مكان ما. لذلك على الأقل، على الأقل الأشياء تقال. حتى لما ننتقد اللاعب المحلي هناك لاعبين متميزين لأنهم إمكانيات قادرين إعطاء إضافة، خاصة في لو أريد أن أذكر الأسماء صراحة. ولكن متأكد أن جمال بلماضي مستقبلا سيستقدم لاعبين محليين وسيعتمد عليهم، ولن يكون مجرد استدعاء من أجل الاستدعاء. طبعا هذا بصفة عامة، الفكرة العامة حول هذه القائمة التي أقول لا يمكن أن نقول عنها أشياء كثيرة، لأننا يجب علينا أن نحترم اختيارات
جمل بالماضي، شخصيا فهمت ربما الأسباب اللي خلاته يقوم بهذا الاختيار من منطلق معرفتي لخبايا المنتخب الوطني. ربما البعض يقول أنه خلاص شيء ما يأثرش على جمل بالماضي، ما فيش لاعبي بارادو ونادي جزائري أيضا من حقه أن يكون لاعبي في المنتخب الجزائري، مثل ما من حق لاعبي مولي طهران، شباب قسنطينة، وثاق سطيف أنه اللاعبين أيضا يكونوا في هذا المنتخب. يجب أن نخرج من هذه النقاشات البائسة إن صح هذا التعبير، لأنه الآن نحن بصراحة في مرحلة مفصلية بالنسبة للمنتخب الجزائري. نحن وصلنا ودخلنا نفق مظلم، يجب أن نعترف بذلك ولا نهرب تماما من الحقائق. وإعادة المنتخب إلى الواجهة تتطلب قرارات شجاعة. الرجل فضل أن يبدأ من نقطة الصفر، أن يعيد الجميع، أن يفتح صفحة جديدة من الجميع. بعد ذلك لما يبعد لاعب من المنتخب سيبعده لأسباب تقنية وليس لأشياء أخرى، سيمنح الفرصة للجميع. ولكن أدرك ومقتنع بأن الشغل الشاغل حاليا لجمال بلماضي هو إعادة روح المجموعة، إعادة تلك اللحمة اللي كانت موجودة ليس فوق أرضية الميدان فقط، بل في كواليس في محيط المنتخب الجزائري. من دون شك تكلم مع من يعرف جيدا محيط المنتخب، تكلم مع اللاعبين، وتكلم مع من هم قريبون جدا، لذلك كانت هذه فكرته. هناك إذا سأحاول ربما أن أتفاعل مع آرائكم التي تأتيني هكذا على المباشر. فعلا لا يمكن مثل ما يقول صديقنا بشير العربي أن نصرف الملايين على المنتخب، على البطولة الوطنية، ونجد لاعب في المنتخب الجزائري. يجب أن نكون واقعيين، مستوانا تراجع كثيرا، ولكن هذا لا يعني بأنه لا نملك لاعبين محليين يصلحون تماما، مثلما انفجر سليماني، انفجر السوداني، انفجر حليش، ستنفجر أسماء أخرى، ولكن كل هذا في يد المدرب جمال بلماضي. طبعا ما جاري اختار ما اختاره، بلماضي يختار من يختاره ايضا. طبعا هناك من يقول لاعبي بارادو احسن لاعبي البطوله ويقدم لاعبين في المستوى، انا اشاطر الراي في الكثير من المواهب، في مواهب ايضا في نوادي اخرى متالقه بشكل لافت. ساتحدث عن وثاق سطيفي وعن المولوديه والاتحاد بعد لحظات، الان فقط افضل ان اركز على المنتخب الجزائري. انا ارى زيما مش افضل من دوخه، حتى انا ارى نفس الشيء، ولكن جمال بلباضي اختار دوخة، ودوخة أيضا عنده إمكانياتهم. طبعا احنا لما نشاهد كل هذه الآراء، نحن شعب ذواق وعاشق لكرة القدم، كل شخص عنده فريقه في رأيه، عنده أسماء في قناعته، ولكن هناك 25 لاعب فقط يستدعى للقائمة. لذلك بالطبيعي أن لا تكون كل الأسماء، بن غيث وبن خماس. بن خماس شخصيا أرى فيه واحد من أحسن اللاعبين المسترجعين، واعتقد بان القلب النابض لاتحاد العاصمه في هذه المنطقه الحساسه. جابوا ايضا متميز ورائع جدا، ولكن كما قلت لكم سابقا اتوقع وفي رايي الشخصي ان جمال بلماضي صراحه يفضل ان تمر هذه المباراه، وبعد ذلك يحضر اكبر عدد ممكن من المباريات. يريد ان يقتنع هو شخصيا باللاعب الذي يجلبه، لانه نظرتنا قد تكون مختلفه، قد نرى لاعب ما بشكل العادي كصحفيين وكمشاهدين، ولكن ذلك اللاعب المدرب يرى بأنه مناسب. مثلا تكوين اللاعب وحاجة المدرب إلى لاعب ما في منصب ما. نقاش لازال مستمر، غريب جدا أنه الكثير من التعليق دائما حول هذا الموضوع، موضوع اللاعب المحلي. جمال بلباطي قال لا يوجد هناك لاعب محلي ولاعب محترف أو مغترب، يقول لي عنده جو سفر جزائري سيلعب. أؤكد مرة أخرى بأنه مجرد قائمة أولى، بلماضي حتما سيعتمد على الأسماء التي يظن بأنها قادرة على الإعطاء، على إعطاء إضافة للمنتخب. هل تظن أن هذا الناخب قادر على إرجاع الروح لهذا المنتخب؟
الأيام هي التي ستحكم صراحة. الرجل بدأ هادئا، عفوا، بدأ هادئا رزينا من خلال تصريحاته، تشعر بأنه يعرف ما يريد أن يفعل. الرجل من خلال أولى خطواته أعاد الكثير من الأسماء التي أبعدت من أجل أن يفتح صفحة جديدة، ولكن الروح مرتبطة بإرادة اللاعبين، مرتبطة بالتحفيزات، مرتبطة بديناميكية النتائج أيضا، لأن النتائج هي اللي تعطي الدافع للمنتخب، تعطي الاستمرارية. لو تتولى النتائج الإيجابية المأمورية ستكون أسهل بالنسبة لجمال بن ماضي، ولكن لو تصعب النتائج وتصعب المباريات الأمور تتعقد. غير مقنعة القائمة. أين آدم والناس؟ آدم والناس أرى بأن الكثير يتساءلون عن هذا اللاعب واختيارات جمال بن ماضي، الذي حتما سيعقد ندوة صحفية من أجل أن يفسر هذه الأسماء التي تم عدم استدعائها. بدران أيضا شخصيا أتوقع له أن مستقبل آخر مميز مع المنتخب الجزائري، لما لا؟ الأكيد. إذا بالنسبة لقائمة المنتخب الوطني، هي قائمة اختارها المدرب جمال بلماضي وفق قناعته. أراد أن يعيد من أبعده، أراد أن تكون الانطلاقة هكذا من نقطة الصفر. كل ما نتمنى لجمال بلماضي هو النجاح. الكثير يتساءل عن بوخنشوش، هناك من يقولها بطريقة هزلية وهناك من يقولها بطريقة حقيقية. بوخنشوش لاعب متميز صراحة، ولكن فرضنا عليه الضغط أكثر من اللازم في المنتخب الجزائري، ولما لا؟ لأنه إمكانيته كبيرة جدا. ليس ذنبه أنه ماتشير كان يعتمد عليه، ليس ذنبه هذه الضجة الإعلامية الكبيرة والكبيرة جدا. إذا هذا هو رأيي الشخصي، لا أريد أن أقول كلام كبير عن القائمة، لأنه هي قرارات جمال بن ماضي التي حتما سيقوم بتفسيرها لرجال الإعلام في ثاني ندوة صحفية يقوم بها، ولكن هي طريقته. ننتظر، وكما قلت في بث مباشر سابق، النتائج هي صديق وعدو أي مدرب. أي مدرب حر في اختياراته، لا يمكن أن نناقشها أبدا إلا لما تكون المباريات ونشوف مردود اللاعبين والطريقة وأشياء أخرى. طبعا الاختصاصيين هم اللي يناقشون ذلك. إذا بالتوفيق لجمال بلماضي، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في الخرجة الإفريقية القادمة التي ستكون صعبة، وصعبة جدا، أمام منتخب غامبيا. ليس لأن المنتخب الغامبي قوي أو متميز، ولكن لأنه ظروف صعبة. هل ينجح بطهارات وبالخيطر وحسني؟ أنا قلت بأنه إلى حد الآن لا يمكن أن نناقش هذه القرار. أسس 25 لاعب، سيعتمد على 18 لاعب فقط بعد ذلك في التشكيلة الأساسية، بعد ذلك بقية ستكون فوق المدرجات. لماذا استدعاهم؟ لماذا يريد أن حضورهم في هذا التربص بالذات؟ الأمور موجودة في ذهنه. إلى حد الآن لم نرى كيف يفكر، لم يلتقي بوسائل الإعلام للحديث عن هذه الأسماء، ولكن عودة فيغولي وطيدار وجديورا أعتقد عنده غاية أخرى. في مدربين يقول لك غرف الملابس تهمني أكثر من أرضية الميدان، بين قوسين صح هذا التعبير. يقول لك نجاحي فوق أرضية الميدان، واستمرارية للنجاح والهدوء فوق الداخل والأجواء الموجودة في غرف الملابس. يا كريم، زي ما مش أحسن حارس في الجزائر، وأنا صراحة واحد من المعجبين بهذا الحارس الذي يقدم مستويات متميزة. سنعود للحديث حتما عن بلماضي وعن المنتخب الجزائري في قادم المواعيد. نذهب مباشرة إلى تأهل وفاق سطيف، تأهل مستحق عن جدارة. ربما تتذكرون جيدا لما علقت على مباراة وفاق سطيف أمام دفاع الحسن الجديدي، نقلت إلى سطيف في جو حار جدا قبل أن يبدأ الموسم. في البداية الملعب كان خاليا، فجأة الملعب يكتظ عن آخره. الجمهور الصيفي تحدى الحرارة، ضحى بالعطلة، ضحى بأشياء كثيرة من أجل أن يكون وراء فريقه. تلك اللحظة استشعرت تقاليد النوادي الكبيرة اللي عندها تقاليد في المنافسات الإفريقية. فعلا الوفاق عنده تقاليد متميزة جدا، هي اللي خلته يعود بقوة.
حقق معجزة، نقولها بصراحة معجزة. أنا شخصيا لم أكن أتوقع أن يتأهل وفاق ستيف إلى الدور الربع نهائي لما بدأ المشوار بهزيمتين متتاليتين. لم أتوقع بأنه ستكون له هذه العودة القوية بعد فترة الفراغ اللي مر بها الموسم الفارط. ولكن دليل آخر أنه فيه رجال في هذا الفريق واقفين ويعرفون ماذا يقدمون لهذا الفريق. الحقيقة تقال كما هي، البعض من أنصار مولودية الجزائر لاموني في لما كنت أعلق على مباراة الوفاق بأنني لم أكن أتكلم عن المولودية، لم أدخل المولودية في الحسابات وكأنه ماهوش نادي جزائري. ليس لأن المولودية ليس نادي جزائري، وليس لأنني أميل للوفاق أو شيء آخر، وهذا غير موجود تماما في قاموسي. ولكن في نظري لو تأهلت المولودية لكان الأمر عادي. لماذا عادي؟ لأن الفريق بدأ المشوار بفوز خارج ديار أمام الوفاق بأربع نقاط. كان عنده أفضلية أنه يستقبل مرتين فوق أرضية ميدانه في مرحلة العودة. كان يستقبل دفاع، ليس دفاع الحسن الجديدي، أنه يستقبل الوفاق الصيفي وتيبي مازامبي. ولكن أدخل نفسه في أزمة سنتحدث عنها بعد لحظات قليل. لماذا الوفاق مطلوب إعلامي؟ لا أعتقد تماما بأن الوفاق مطلوب إعلامي. الوفاق محترم من كل الإعلاميين، تواجد رئيسه في معظم اللي قال البلاطوات التلفزيونية، ومطلوب بكثرة إعلامية، لاعبيه أيضا مطلوبين بكثرة إعلامية. تأهل الوفاق شبيه بالمعجزة بنظر الكثير من المعطيات، فعلا شبيه بالمعجزة، ولكنها ماهيش غريبة على الوفاق الصيفي اللي فاز بكأس الأندية البطل الإفريقية وهو في القسم الثاني. وأيضا هو فريق التحديات، ولما يقال بأنه الفريق الذي لا يعرف المستحيل ليس صيفيا، أنا أيضا أشاطره من رأيي في ذلك، لأنه فعلا فريق متميز جدا. وعرف الاستقدامات أيضا صراحة كانت نوعية، غشة وبوقلمونة أعطوا إضافة كبيرة جدا للفريق في كأس رابطة أبطال إفريقيا. طبعا لما يكون الوفاق الصيفي في أحسن حالاته أيضا شيء مهم بالنسبة للكرة الجزائرية. الآن إن شاء الله يوم الاثنين سيتضح منافس الوفاق الصيفي في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا. شخصيا أتمنى أن يتفادى الأهلي المصري، أما البقية أعتقد بأنه في المتناول، هذا رأيي الشخصي. الوفاق سيفوز بدوري أبطال إفريقيا، أتمنى ذلك، ولكن لما نكون واقعيين المأمورية ماهيش سهلة. المنافسة قوية بتواجد نوادي قوية، ستكون منافسة شرسة. الوفاق لديه إدارة قوية فعلا، إدارة عرفت كيف تتجاوز البحر، لذلك لأن قوة إدارة ما ليس في لما تكون عندك أموال كبيرة أو تكون النتائج، بل قوة الإدارة لما تكون وتمر بفترة صعبة مثل ما مرت بها المرة بها الوفاق الصيفي في الموسم الفارط. إذا ستيف لقى الأهلي تشوفوا المستوى، إن شاء الله نشوفوا مستوى رائع، وشوفوا الوثاق الكبير حتى أمام الأهلي المصري، لأنه الوثاق لديه تاريخ كبير مثل ما تقول يا نسيم. تاريخ في بعض الأحيان يخلي اللاعب لما يحمل قميص نادي عريق يشعر بمسؤوليته تلقائيا، يشعر بأنه يجب، أي مضطر أن يكون كبير. سنعيد سيناريو 2014 وسنسكت كل الحاقدين وسيتكلمون عنا، رغم أن فهم لن نتكلم عنكم إلا بحب، وإلا بحب، إلا بعشق، إلا بدعم كبير، لأنكم تمثلون الجزائر مثل ما يمثل اتحاد العاصمة الذي سنتحدث عنه لاحقا، ومثل ما مثلت أيضا بامتياز فريق شبيبة القبائل التي نتمنى لها العودة في أسرع وقت ممكن إلى المنافسة القارية. من ترشح للفوز بكأس الكاف ودوري أبطال إفريقيا؟ لا أرشح أي نادي، ولكن أتمنى ذهاب اتحاد العاصمة ووفاق ستيف إلى أبعد حد ممكن. هل بمجيء سرار الاتحاد سيأخذ الكأس؟ أفضل أن أتحدث عن سرار بعد لحظات لما أتحدث عن اتحاد العاصمة. هنا في سطيف يقولون أنك تكره الوفاق وأنك أقسمت أنك ستحطمه. يا سلام، أي قوة لدي حتى أحطم فريق؟ أي نفوذ لدي حتى أحطم فريق؟ بعد ذلك
لماذا أكره الوفاق الصيفي؟ يا أخي سؤال غريب جدا. أعتقد بأنني علقت مرتين على الوفاق الصيفي في كأس رابطة أبطال إفريقيا. عشت المباراة بأعصابي، لم يكن تفاعل من أجل التفاعل، بغض النظر عن الأشخاص الموجودين في الوفاق الصيفي، بغض النظر على أنني أتفق أو أختلف مع شخص ما في الوفاق أو في أي نادي آخر، لأن في ذهني ليس أنا من أحترم الوفاق، لا، الوفاق يجبرك مهما كنت أنك تحترم هذا الفريق، لا أقول بأنه مجبر على أنك تناصره، كل واحد حر في مناصرة أي نادي، ولكن فيه نوادي من خلال نتائجهم، من خلال تاريخهم، من خلال ما يقدمه للجزائر، أنت مجبر على احترام هذا النادي، أنت مجبر على تقديره، أنت مجبر على أنك تعامله معاملة الكبار. ضف إلى ذلك أنه اليوم لما نتكلم على صفحتي الخاصة في الفيسبوك، من حقي أنني نقدم آرائي بكل حرية بعيدا عن أي شيء، ولكن لما تكون في التلفزيون وتخدم في تلفزيون عمومي، أنك مجبر على تقديم الخدمة العمومية، ومجبر على أنك تعطي لكل ذي حق حقه باحترافية وبحيادية. الحمد لله تعلمنا هذه الأشياء منذ صغرنا، وتكوننا في مدرسة تلفزيون جزائري اللي ماهيش تقيدك، ولكن تخليك تتعامل مع الأشياء باحترافية، بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن التهويل، بعيدا عن الذاتية، لأننا الحمد لله تعاملنا وتكوننا على أيدي، وكان عندنا الفرصة أننا نحتك بأسماء إعلامية متميزة. هناك من ذهب إلى التقاعد، هناك من هو لازال معنا، تعلمنا من خلالهم مبدأ الحيادية. يا أخي تختلف الآراء، ستيف كلها تحترمك، أنا أحترم أيضا، ولذلك الانتقادات أعتقد بأنها أتقبلها بكل صدر رحب، وأجيب بكل صراحة أيضا بعيدا عن كل الحسابات الضيقة، لأننا بكل بساطة لما تكون وجه إعلامي ولما تكون شخصية عمومية عليك أن تتقبل كل شيء، تتقبل الانتقاد، تتقبل الثناء، ولكن بغض النظر عن كل هذا قلناها، الوثاق كتبتها في هنا في الصفحة في أول مباراة للوثاق الصيفي أمام دفاع الحسن الجديدي، أعلنتها صراحة بأن الوثاق سيضرب بقوة هذا الموسم، لم يكن مجرد كلام فقط، بل هي الحقيقة التي أثبتتها الأيام، وما زلت مقتنع بذلك. سيكون الوثاق الصيفي رقم مهم في معادلة هذا الموسم، ولكن أتمنى له التألق خاصة في كأس رابطة أبطال إفريقيا، لأن الكبار هم هكذا دوما، نريدهم كبارا على الصعيد الإفريقي. كريم، أنت من تشجع، أريد إجابة مباشرة يا خالد يا الدراوي، من طرحت السؤال أكثر من مرة، لا أدري لماذا تصرون على معرفة من أشجع، حتى من أشجعه موجود في قلبي، ومن حقي أني نشجعه، ومن حقي أن أحضر مبارياته كمناصر، وكم أتمنى أن أشاهد مباريات هذا الفريق ذات مرة على المدرجات، ولكن هذا يبقى حب شخصي لي. لا يوجد أي إعلامي، لا يوجد أي صحفي، لا يوجد أي رئيس، لا يوجد أي مدرب ليس لديه نادي يشجعه. من لم يكن لديه نادي يحبه، يبكي لخسارته، لا ينام لخسارته، يفرح إلى حد الجنون لفوزه، أعتقد بأنه لا علاقة له بكرة القدم. قبل أن تكون صحفي أو تكون شيء آخر، تكون مناصر فوق المدرجات، ولكن لما تلبس ثوب الإعلامي حينها يجب أن تكون ذاك الرجل الحيادي. في بعض الأحيان ربما حتى زملاء الإعلاميين اللي عندهم نوادي ينصروها نكون قاسيين على الفريق اللي نحبه أكثر من فرق أخرى، حتى نحاول أن نظهر في كل مرة بأننا حياديين، ولكن الحيادية الحمد لله نقول الحقائق كما هي، وهي قناعتي الراسخة في ديني أنني مستحيل أني نرضي الجميع، مستحيل أني نكون في مستوى تطلعات الجميع، ولكن على الأقل أنك تكون راضي مقتنع بما تقدمه بعيدا عن كل الحسابات. بالنسبة لاتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة منذ لحظات سألني أحد الأصدقاء عن سرار، هل سيقدم تلك العقلية وتلك الذهنية، ذهنية البطل لاتحاد العاصمة؟ أعتقد أنك محق تماما في كلامك، تشعر بأنه حكيم سرار في تصريحاته يريد أن يبعث تلك الروح
القتالية، روح الكبار في نفوس اللاعبين بالدرجة الأولى من أجل أن يتألقوا إفريقيا. اتحاد العاصمة تدريجيا بخطى هادئة يتوجه نحو التألق في إفريقيا. سرار كان صريح في كلامه لما قال بأنه اتحاد العاصمة ليس أضعف من النوادي الأخرى حتى لا أحلم بكأس إفريقيا. قال بأنني لست مجنون، الفريق متأهل للدور ربع النهائي، هي 3 محطات فقط وبعدها يأتي التتويج. المباريات تلعب على جزئيات، اتحاد العاصمة عنده تقاليد، سرار عنده الخبرة الإفريقية اللي تخلي ربما الاتحاد لا يقع في نفس الأخطاء اللي وقع فيها في السنوات القليلة الماضية. لما ننظر إلى التعداد أعتقد بأنه تعداد متميز جدا. أنا ما يخيفني فقط في اتحاد العاصمة والمنظومة الدفاعية. دفاعيا بعد رحيل أيوب عبد اللاوي لاحظت بعض الارتباك في المباراة الأخيرة، المباراة السابقة أيضا في كأس الكاف، حتى أمام دفاع تجنت الطريقة اللي تلقى بها الهدف. ولكن أعتقد أن الحلول موجودة بعودة بن يحيى أو بحمرة في المحور أو أشياء أخرى. أعتقد بأن فروجي بإمكانه أن يجد الوصفة اللازمة، لأنه في المنافسة الإفريقية ماهوش مهم أنك تسجل كثير بقدر ما هو مهم أنك أن تكون عندك الصلابة الدفاعية اللي تخليك تصمد في خارج قواعدك. حكم سرار قلت إن شاء الله ينجح حكم سرار مع اتحاد العاصمة. الرجل كان عنده الشجاعة اللازمة أنه قليل من يصرح بأنني سأفوز بكأس إفريقيا. كان عنده الشجاعة ولم لا، قد مثل ما فعلها في مع الوفاق الصيفي بنتائج كبيرة جدا، لم لا يكون أيضا مع فريق اتحاد العاصمة لي من حيث التعداد يملك إمكانيات كبيرة جدا. لازلت أتحسر على تضييع لكأس رابطة أبطال إفريقيا بتلك الطريقة السذجة لما لعب في ملعب عمر حمادي. لازلت أتحسر لأنه في 5 جويلية ربما كان من المفروض أنه تكون معطيات مغايرة تماما لفريق اتحاد العاصمة. أسئلة كثيرة خاصة بنوادي أخرى، قلت اليوم نفضل أن نتحدث على هذه النوادي، وفي مناسبات أخرى سأتحدث عن فرق أخرى، ولو أنه في نهاية هذا البث ممكن أن أجيب على 10 أسئلة هكذا خاصة بنوادي أخرى. نذهب مباشرة الآن إلى مولودية الجزائر. المولودية هل هي في أزمة أم لا؟ الكثير يتساءل عن ذلك. لا أعتقد بأن المولودية في أزمة، إقصاء عادي، أقول عادي لما نرى فوق أرضية الميدان أقصرة أقصية أمام الوفاق الصيفي، ولكن غير عادي لأن الفريق كان ب4 نقاط وكان الطريق مفتوح أمامه وكان عنده كل الإمكانيات وكان يقدم أروع طريقة ممكنة من لعب الموسم الفارط. ينهار بهذه الطريقة، أعتقد كان في أشياء كثيرة داخل هذا الفريق، الكثير من المشاكل. أعتقد بأنه السيد حرش كان شجاع لما اتخذ القرار بتحمل كامل مسؤولياته في هذه الفترة الصعبة والحساسة. ربما من أفضل أن تأتي هذه المشاكل في هذه الفترة أفضل من أن تأتي في نهاية الموسم، ولكن مهم جدا الآن على المولودية أن تستخلص الدروس. ولو أنه صراحة الحقائق تقال كما هي، إدارة المولودية أخطأت في التسريحات وأخطأت في الاستقدامات، تسريح بالقروي وعفوا قروي وكذلك بالغ وشوشي من دون جلب أسماء أعطت الإضافة في كأس إفريقيا. أعتقد أنه كان الخطأ هنا من الإدارة، إدارة المولودية. قروي لما استرجع كامل إمكانياته في ولعب ربما واحد من أحسن مواسمه في المنصب غير متعود عليه، يجد نفسه يبعد ويتم الاستغناء عن خدماته. هو اللي ساهم في ال4 نقاط اللي حققتها المولودية، وتأتي بلاعب ما عندوش الخبرة الإفريقية. أعتقد كانت هناك العديد من الأخطاء، رحيل رفيق صيفي لم يكن أبدا في وقت لأنه كان يقدم إضافة كبيرة. أعتقد الآن مرحلة حساسة بالنسبة للمولودية، وعندهم أيضا الرجال القادرين على تجاوز هذه الفترة الصعبة. بالنسبة للمولودية عندهم لاعبين، عندهم الإمكانيات في ظرف حساس جدا.
أنا لما كنت لما نقلت خبري قالت طبعا قاسي السعيد على صفحتي، البعض يقول بأنه تحب المشاكل في المولودية وأنتم من حطمتم المولودية، وهذا الكلام اللي يدور في الكثير من طبعا الحسابات على الفيسبوك والصفحات، أعتقد أنه كلام لا معنى له بصراحة. أحببنا أم كرهنا، فيها نوادي تصنع الحدث، فيها نوادي بحجم المولودية، بحجم الوثائق، بحجم السياسي أو لمسيو، تجبرك على الحديث عنها وتجبرك أيضا على التفاعل معها إعلاميا، ليس أنا فقط بل كل إعلامي، لأنها فرق كبيرة مثل ما يحدث في فرنسا فقط، لا نذهب بعيدا، بياجي ومارسيليا، مارسيليا حتى لما تكون في المركز الأخير يتكلموا عليها أكثر مما يتكلموا على ليون الموجود في المركز الأول، لأنه بكل بساطة قاعدة جماهيرية كبيرة وفريق دوما يصنع الحدث. إذا فيستون من شبيبة القبائل، أعتقد بأن الشبيبة محظوظة في اللاعبين الأفارقة، متعودة على أنها تكون عندها أسماء متميزة ومهاجمين متميزين من إفريقيا، وأعتقد بأن فيستون سيكون واحد منهم. إشاعات حول حمل سحب الثقة من ساتشي، لم أسمع أبدا بهذه المعلومة يا رضوان، وأستبعد ذلك تماما، لأنه الأمور واضحة في تسيير الاتحادية، الوحيد اللي قادر يسحب الثقة من رئيس اتحادية هي الجمعية العامة، وشاهد الجمعية العامة العادية كيف مرت بهدوء. الكلام سهل ولكن واقعيا ليس هناك شيء آخر. لازلنا نتساءل عن غياب بعض اللاعبين، قلت هي اختيارات بالماضي يجب أن نحترمها، وبعد ذلك ننتظر على الأقل ما يقدمه في قادم المباريات، مثل عطال أيضا الغائب والعديد من الأسماء. فعلا لا يمكن أن ننكر بأن المولودية هو من عبد الطريق لكل النوادي الجزائرية لما فاز على بكأس إفريقيا عام 1976. المولودية كبيرة يا أخي، كبيرة بتاريخها بأسمائها، لا أحد يمكن أن يشكك في قيمة وقوة وعراقة المولودية، ولما نتحدث عن المولودية نتحدث عليها باحترام والتقدير، ولكن هي التي تصنع طبعا مثلما يحدث أيضا مع العديد من النوادي الكبيرة. بالخماسة لماذا لم يستدعى شباب قسنطينة هي العميد؟ هنا نقول الكلام أنه الكثير يتحدث عن تاريخ تأسيس المولودية وتأسيس شباب قسنطينة، صح تاريخ تأسيس مهم، ولكن عراقة نادي وكبر نادي أنا شخصيا لا أراه في تاريخ تأسيسه بقدر ما أراه في نتائجه على الصعيد القاري، في هياكله القاعدية، فيما يقدمه من لاعبين للمنتخب، في نتائجه، في قاعدة الجماهير، في أشياء كثيرة، لأنه تاريخ تأسيس نوادي يا أخي. شبيبة الثورة متى تأسس؟ تأسس حديثا، ولكن لما تذهب إلى بشار وترى ما يملك هذا الفريق وترى المشروع الحقيقي لهذا الفريق، ولما تشوف التعداد أنه على الأقل تلقى سبع لاعبين في التشكيلة الأساسية من أبناء المنطقة، لما ترى الفريق يتخلى بسهولة على بالجلالي اللي كان ركيزة أساسية ويستفيد منه ماليا، يتخلى على بورديم ويستفيد منه ماليا، يستقدم أسماء تعتقد بأنها مغمورة ولكن تقدر تقدم نتائج وإيجابية مع الفريق، لما تشوف فريق يلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا ثم يعود ليشارك في هذا الموسم، فريق في ظرف قصير جدا. لذلك أنا لما أتحدث عن تاريخ التأسيس أعتقد بأننا نبكي على الأطلال، أنا لا أتحدث عن شباب قسنطينة، أتحدث عن كل النوادي، لأنه في نوادي تأسست منذ سنوات طويلة، قريبا ستصل إلى القرن، ولكنها موجودة في قسم الهواة. رأيك في شباب قسنطينة صراحة، مدام عبد القادر عمراني موجود في شباب قسنطينة، لكم الأمان، الرجل فعلا يعرف ماذا يفعل، ومن كل الأماكن التي مر بها أثبت ذلك، الرجل فعلا يستحق.
عن أي يستحق الإشادة طبعا عبد القادر عمران، ولا خوف على شباب قسنطينة بوجود عبد القادر عمران، دون أن ننسى أيضا عرامة اللي فعلا هو المسير المناصر عن أي تاريخ بالنسبة للمولودية التي لم تفز خارج الديار منذ 1976، أسوأ فريق مثل الجزائر خارج الديار في البطولات الإفريقية. في إفريقيا لا نقول داخل وخارج الديار، ولا نقول مثلنا جيدا داخل الديار وخارج ومثلنا خارج الديار. النجمة الأولى واللقب الأول للجزائر إفريقيا كان من نصيب المولودية. لا يمكن لأي شخص أن يحذف هذا الشيء من التاريخ، سواء أحببنا المولودية أم كرهنا المولودية. التاريخ هو التاريخ الذي تتذكره الأجيال. شبيبة القبائل، ما رأيك في شبيبة القبائل؟ بداية موفقة، شبان الشبيبة أكدوا أمام اتحاد بلعباس، ولكن الشيء المميز اللي ربما يثير التفاؤل في الشبيبة هو عودة عنصرها، لأن مشكلة الشبيبة كانت بميدانها، اللاعبين يتأثروا بسهولة في يلعبوا أمام مدرجات شاغرة، وجمهور الشبيبة لما يكون حاضر فوق المدرجات صعب على أي فريق أن يصمد هناك، حتى لما تكون الشبيبة بشبانها. مشروع طموح، إن شاء الله التوفيق لشبيبة القبائل. أزمة اتحاد البوليدة لا تريد أن تنتهي، حرام ما يحدث في هذا الفريق بصراحة، لأنه الفريق لا يستحق تماما ذلك. فريق يمثل منطقة صناعية الكثير من رجال الأعمال ويجد نفسه في هذه الفترة. أنت الوحيد الذي يعشق الاسم في اليتيم، تحية لك. الكثير ربما يوجد هناك من يحترم ويتعاطف مع فريق اتحاد العاصمة. احنا اول من فاز بكأس الجمهورية، احنا اللي فتحنا. لا، الامر مختلف اخي، الفوز بكأس الجمهورية والفوز بكأس افريقيا الامر مختلف تماما. اتحاد العاصمة قلت بأنه في تعداد متميز، إبارة مهاجم متميز، بن شاع سيكون مفاجأة هذا الموسم. أعتقد بأنه حكيم صرار تمكن من خطف إلى حد الآن عصفورين نادرين في انتظار إمكانيات اللاعبين البقية مع قادم المباريات. طبعا احترم كل التعاليق، بالنسبة لي بدران شخصيا اعتبر واحد من المدافعين المتميزين. نصرية احييها، لانه بكل بساطة رغم الحالة المالية المتميزة للفريق اللي ماهوش يعاني من مشاكل، الا انه عادوا الى سياسته القديمة، سياسة المدرسة التي تعتمد على الشبان، 25 لاعب يعتمد عليهم زيري بلال، في كل مرة يفاجئنا بأسماء شابة وتقدم مستويات متميزة. هاي الأشياء التي نحييها في كل مرة لما تكون عودة المدرسة فعلا هي عودة المدرسة بالنسبة لنصر حسين داير. بالنسبة لاتحاد الحراش، أعتقد بأن الإجازات خلاص المشكلة السوية. من ترشح لنيل البطولة؟ لحد الآن أتوقع أن تكون منافسة بين 4 أو 5 فرق، ولكن خلي الوقت يمر وبعد ذلك سيكون عندنا فرصة لأخذ فكرة أفضل. هذا العام نخلي حتى تيتر صيف، من حقكم أن تحلموا وتطمحوا، لأن كرة القدم هي هكذا. عين مليلة مفاجأة الموسم صراحة، شاهدتهم أمام أولمبي المدية، قاعدة دفاعية متينة، انضباط تكتيكي، ولكن نقص في الهجوم. نفس الأسئلة بالنسبة لشباب قسنطينة ذكرتها سابقا، المدرب الأقرب إلى المولودية يتكلمون عن رغبتي في استرجاع رفيق صيفي، على ما تحبش الوثق الصيفي جاوبت. إبارة
في البداية لما شاهدت أمام دفاع تاجدانت لم يكن مقنعا، ولكن بدأ تدريجيا يتأقلم، وأعتقد بأنه سيكون إضافة، ولما لا يكون إنرامو آخر لاتحاد العاصمة؟ الكثير يتساءل عن فريق القلب وعن الفريق الذي أشجعه. سؤال تكرر تقريبا من العديد من المتتبعين، خليها في مناسبة أخرى إن شاء الله. يا أخي لا أكره الوفاق، خلونا من هذا الكلام الذي لا أريد أن أقرأه مرة أخرى، ولا أريد أزمة المولودية مثل أزمة البلاد ما يحتفل بدرجة أكبر سائر الأندية، لأن المولودية كبيرة بكل بساطة. نعم، مدرب اتحاد العاصمة يقولون بأنه صارم، ويقولون بأنه متميز، ويقولون ويقولون في محيط الفريق يتكلمون هكذا، ولكن أعتقد أن النتائج هي التي تحكم على أي مدرب، هي قناعتي التي تبقى دائما لا تتغير. فيستون قلت منذ لحظات بأنه الطريقة اللي سجل بها الهدفين، دخول القوي في الشبيبة، ينبئ بأنه سيكون متميز، ويكون الهداف الذي كان ينقص شبيبة القبائل كما قلت ربما قد يكون خليفة للعديد من المهاجمين الأفارقة الذين قدموا أشياء متميزة لشبيبة القبائل. بالنسبة لمباراة المولودية وفاق ستيف، سيعلق عليها الزميل توفيق دربال إن شاء الله. لماذا لما تعلق على فريق من العاصمة تكون عاصمي 100%؟ ولما تعلق في الشرق نكون شرقي، ولما نعلق من الغرب نكون غربي، ولما نعلق من القبائل نكون قبائلي. يا أخي يا أخي، أنا نعلق ونعيش اللقطة ونعيش الفترة ونعيش المباراة في حد ذاتها، بعيدا عن أسماء الفرق. ملتوهران لم تكن في مستوى توقعاتي، أعتقد أن لا أدري هل بدو ذكي الذي لم يجد الحلول، أم أن الفريق بحاجة إلى انسجام، ولكن بداية مخيبة صراحة. شتي لاعب واعد، كل واحد عنده ما يشعر، هناك من يشعر أنني ناصر اتحاد العاصمة، هناك من يشعر بأنني أناصر الوفاق أو السي اس سي أو المولودية أو الشباب. ليتشتي صراحة هذا اللاعب يفكرني بعجاز، لاعب الوفاق الصيفي، نفس المنصب نفس الطريقة. الشباب قسنطينة سيهيمن على البطولة لسنوات طويلة، تذكر جيدا. لما ولو أنني مقتنع بأنه لن تكون هناك سيطرة في السنوات هذه القادمة لأي نادي على حساب آخر، سيكون التناوب لأن المستوى متقارب. ساري غليزان لم أراه بعد، لم أخذ فكرة، لم أشاهد بعض مبارياته، ولكن أتمنى له العودة السريعة إلى المحترف الأول. الاتحاد قلت بأنها قادرة على التتويج بكأس الكاف، برغم ما سيستحق فعلا التواجد في المنتخب الوطني، وأعتقد بأنه سيكون في المنتخب الوطني عاجلا أم آجلا. في نهاية الموسم راح نشوف مولود وهران متوجة إن شاء الله، هذا ما أتمناه صراحة لفريق من حجم مولود وهران، ولكن أقول أن البداية صعبة بالنسبة للمولودية التي لم تعثرت مرتين بميدانها وانهزمت في الثورة. لا أدري إذا كان مشكل انسجام أم مشكل أشياء أخرى، لا أدري صراحة، لست قريبا من الفريق ولا وليست لدي معطيات دقيقة، وربما فقط هي فترة وبداية صعبة، بعد ذلك تخرج منها الحمراوة التي الحمراوة الذين يستحقون فعلا فريق كبير صراحة. من هو أفضل فريق في الجزائر حاليا؟ يا أخي هكذا نتكلم ونتهم بالجهوية، فما بالك لم تقول أحسن فريق في الوقت الحالي؟ هنا
ما سلكناش ونزيدو نتحدثو عن ونذكرو الأسماء. نفضل أنه كل واحد يعرف من هو أحسن فريق في الوقت الحالي. والجزائر فاقت ستيف غدا، أتوقع تعادل. بالقسم إضافة حقيقية بالنسبة لشباب قسنطينة. زغبة أنا أعتبر واحد من الحراس المتميزين. مولود بيجي وفي لتقاليدها، الفريق اللي يلعب من أجل الأدوار الأولى، وسقوطه كانت مجرد عثرة بسبب تراكم المباريات المتأخرة في البطولة بسبب المنافسة الأفريقية. جابه يبقى المايسترو، يبقى المتميز، ويبقى واحد من اللاعبين اللي نحبهم شخصيا كلاعب وكشخص، لأنه واحد من أعز الأصدقاء بالنسبة لي، وقضينا أوقات متميزة جدا سويا لما كنت أتنقل من مع المنتخب الجزائري. الرئيس شريف ملال إلى حد الآن شخصيا لم ألتقي، لم أتحدث معه، لا أعرف كيف يفكر، ولا أعرف ذهنية الرجل، ولكن إلى حد الآن أي رئيس كما قلت نفس الشيء بالنسبة للمدرب هي النتائج اللي تحكم عليه. نحن ربما عاطفيين في بعض الأحيان. رئيس ما نحترم أي رئيس ونحترم أي مسؤول، ولكن حتى تقييمه سابق لأوانه، لأننا فقط في بداية الموسم، والموسم الفارط كان استثنائيا. مع مرور الفترات ومع مرور الوقت يمكن الحديث عن طريقة تسيير هذا الرجل، إذا قدم الإضافة أو لا، وإذا كان في مستوى شبيه القبائل أم لا. يا روبير، أو ما اسمك يا أخي؟ لماذا أنت غضبان مني يا أخويا؟ لا أريد أن أغضب أي شخص، أحاول أن أكون واقعي منطقي، ولكن أقول ما أفكر فيه في كل مرة. ركنية من مكان خاطر، مازال شديتوها هذه ركنية من مكان خاطر يا أخي. حتى الركنية موجودة في مكان خاطر، تكلمت حقيقة وما تغلطش. أتمنى من تفضل أن يوجد رفاق صيفي. صراحة أريد النجم الساحلي. هل سينجح مضوى؟ أتوقع ذلك، الرجل شجاع وقراراته صارمة، وأتمنى أن يتمسك بكل ما وقفه، لأننا حان الوقت لأن تكون قراراتنا صائبة. رأيك في المدرب حموش مدرب أولمبي المدية؟ رأيي قلت في المباراة صراحة لما علقت، وقلت بأنه رجل مطالب بإيجاد الحلول على مستوى الهجوم، لأنه شاهدت أن شويتر وك... ليس شويتر بل مطراني، وإلى جانبه المهاجم الذي كان في شخريط اللي كان في نصر حسين داي، بعاد على وسط الميدان، ربما يحتاج إلى صانع ألعاب يربط بين الخطوط. هل سينجح بالماضي أم لا؟ أتمنى له النجاح. زي ما مشو زغبة بدون نقاش ليسمع. لا أعتقد بأن في تدخلات في صلاحيات المدرب بالماضي. طبعا متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، سعيد جدا بالتواصل معكم، ودرك بأنه في الكثير من الأسئلة التي وصلتني ولم أتمكن من الإجابة عليها، لأنه الكثير من الأسئلة تأتيني لا أستطيع قراءتها كلها. هكذا حاولت أن أجيب على أكبر قدر ممكن منها. طبعا ليس هذا هو اللقاء الأخير، إن شاء الله سيكون لدينا مواعيد قادمة بيننا من أجل أن نتفاعل هكذا، من أجل أن نستفيد منكم، ومن أجل أن نفيدكم. طبعا أتقبل كل الانتقادات، كل الانتقادات التي تأتيني منكم أتقبلها، ولكن الانتقادات التي تكون واقعية، تكهنك لمباراة الاتحاد بالعباس الحمراء والتعادل أيضا،
أتوقع أن تكون كثير من التعادلات في هذه الجولة نظرا لحاجة الفرق إلى النقاط. الآن تبدأ الحسابات، من الجولة الخامسة تبدأ الحسابات في بطولتنا، هي هكذا. كما قلت أتقبل كل الانتقادات، هذه الصفحة هي فضاء من أجل أن نتواصل سويا، أن أقدم الآراء التي أنا مقتنع بها من دون تأثير تماما، هي آرائي الشخصية اللي تحمل بها مسؤوليتي طبعا. من يعرفني جيدا يعرف بأنني أقول ما أفكر فيه بصوت عالي بعيدا عن الحسابات. أعيد وأكرر، لا أكره لا شباب قسنطينة ولا وثاق سطيف ولا شباب الوزداد ولا المولودية، لأني لو أبدأ هكذا وأرى التعليق وأرى بعض ما يقال ما كرهتش النادي، ما هو مستحيل، ما هو مستحيل أن كرهتش النادي. أنا أحب الكرة الجميلة وأحب النوادي التي تقدم كل ما هو جميل، أحب النوادي اللي تقدم لاعبين للمنتخب الجزائري، أحب النوادي اللي تتألق إفريقيا. بالنسبة لمباراة المتلفزة موجودة في صفحتي، كتبتها سابقا، وهي نفسها المباريات التي لم يتم تغييرها. إذا شكرا لكم جميعا، سهرة ممتعة ودمتم في أمان الله.